عليكم حياكم الله. معنا في محاضرتنا الثالثة، طبعا ننتقل للمحور الرابع اللي هو التميز ومهارات الاتصال. القدرات اللي تستخدمها عند تقديم أو التلقي تسمى communication skill أو مهارات التواصل أو الاتصال بحسب الاسم. طبعا مختلف أنواع المعلومات مثل إيصال الأفكار والمشاعر للأطراف الأخرى والتعبير عن شيء معين أو عن ما يحدث حولك، هذا أيضا يدخل في ضمن اللي هو communication skills اللي هي مهارات الاتصال أو التواصل. طبعا هذه المهارات فيها 10 نقاط أساسية لابد أنك أساس تتقنها. أول شيء وهي الخاصية والميزة المهمة الاستماع. ثاني شيء في تواصل غير لفظي اللي هو لغة الجسد وما غيرها، لغة العيون أو أي نوع غير لفظي، يعني يكون هذا أيضا تحت هذا الإطار أو تحت هذا البند. طبعا الوضوح والإيجاز، الإنسان المتميز دائما يكون واضح وموجز في إيصال الفكرة، ما نقول خير الكلام ما قل ودل. طبعا الودية، لابد الإنسان يبدأ بابتسامة ويكون إنسان ودود حتى تتقبله الناس بهذه الصيغة. يعني ما حد يحب الإنسان المتجهم لا سمح الله، أو الذي يعني ما تبدر منه مودة والناس فاهمة يعني وتتلقى الرسائل يمكن أسرع مما تصور. طبعا الثقة، مثل ما ذكرنا الثقة بالنفس، الناس تبدأ دائما تسمع للرجل الواثق والمميز، دائما الثقة هذه أحد عناوينه. طبعا التعاطف، الإنسان يعني في النهاية هو إنسان، لابد يراعي الحالات الإنسانية، يتعاطف مع الناس، يتعاطف مع الكبير مع الصغير مع حتى الحيوانات مع الأشجار مع النبات، يكون عنده تعاطف ولمسة طيبة من العطف على الجميع وعلى نفسه قبل كل شيء. ثالث شيء أنه يكون متفتح الذهن، متقبل، لا يستعجل بالرد. إذا قلنا من ناحية التكنيك فيكون رجل متفتح الذهن، يصبر لحد ما توصل الفكرة ثم بعد ذلك يحاول يرد أو يحاول يأخذ موقف معين. طبعا الاحترام، لابد أنك تحترم كل إنسان، يحب أنه اللي واصله أو اللي يستمع له أنه يحترمه قبل كل شيء. طبعا ردة الفعل، مثل ما قلنا ردود الفعل لابد أنها تكون مبنية ومتأسسة صح، حتى لا يكون وضع خاطئ أو تكون إشكالية على الشخص نفسه. والإنسان المتميز دائما ما تكون ردود فعله مدروسة، ونكرر مدروسة، يعرف العواقب ويعرف متى يتكلم، يعرف متى يرد، يعرف متى يصمت. والصمت على فكرة من علامات القوة الطيبة ومن علامات الجيدة التي تكون مساعدة للإنسان. طبعا اختيار الوسط الصحيح، يعني مثلا الوسط الصحيح من وسائل الاتصال، مثلا هل هو فيس تو فيس، وجه لوجه، هل هو عن طريق الهاتف، هل هو عن طريق مثلا رسالة إيميل، فهو هذه بعد من أهم الوسائل أنك تختار الوسط. كل إنسان له شخصيته، وأنت من الأفضل أنك تعرف شخصية الإنسان اللي مقابلك وشلون توصل للرسالة. هل هو من الناس اللي تحب المواجهة وجها لوجه، هل هو من الناس اللي يحب مثل ما قلنا وسائل اتصال بالجوال مثلا في مسج أو في شيء من نوع، فهذا يعتمد على تقييمك وتقديرك للشخص. هذه 10 نقاط نكررها مرة ثانية، الاستماع، التواصل، 10 نقاط هي الاستماع، التواصل غير اللفظي، الوضوح والإيجاز، الودية، الثقة، التعاطف، فتح الذهن والانفتاح، الاحترام، رد الفعل، اختيار الوسط الاتصالي الصحيح، ونكمل في المحاضرة الجاية.